اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي الفريق استأنف تدريباته بعد مستر بيتسو موسيماني ما رجع من رحله الاجازه الخمس ايام لجنوب افريقيا لاول مره هو والجهاز المعاون بتاعه يطلعوا اجازه من اول ما تولى المهمه. رجع بدا التدريبات استعدادا للمباراه المهمه جدا مع المريخ السوداني. مباراه مهمه هتحسم كثير من الامور. نتمنى برضو زي ما روحنا تاهلنا من خلال مباراتنا مع الهلال يا رب ان احنا نحسم الامور برضو في هذه المباراه ما نسيبهاش لاخر لحظه، مش عايزين يعني مغامرات ملاش لازمه. لكن تقرر طبعا سفر الاستاذ خالد الدرندلي أيوة. امين الصندوق رئيسا لبعثه الاهلي الى السودان ان شاء الله. ان شاء الله. والاستاذ خالد له خبره بقياده مثل هذه البعثات وفي مثل هذه الظروف، اختيار كويس. عايز اقول لك انه امبارح كان في اجتماع مهم جدا في الاهلي بقى على صعيد الترتيب للمرحله الجايه. مستر بيتسو موسيماني مع مستر بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين. وده كان للوقوف على حاله ابرز العناصر المرشحه للتصعيد للفريق الاول واحتياجات الفريق في شكل فيه هارموني كبير بين الفريق الاول والقطاع. شوف مستر بروتش اعتقد انه عامل شغل كويس. ايوه. انا بسال كل الناس مبسوطه. حتى اولياء الامور من الشغل والسياسه الجديده وعدد اللعيبه اللي بتتمرن مع المدربين ويعني عايزين نبارك كمان لشريف عبد الفضيل مسك فريق 2005 ولا ففي تغيير مستمر في البوليسي والافراد المسؤوله، والراجل ده عامل شغل وبيشوف كل حاجه وكل صغيره بنفسه، يعني اللعيب اللي بيمشي واللعيب اللي بيجي بكل راي في هذا الامر. طبعا انت لما تكون هتعمل ماتش ودي بين الشباب والفريق الاول او ما تبقى من الفريق الاول لانه طعمهم كمان بعدد من الناشئين، ما هو لازم اخدت راي بقى مين الكابتن دي لقطات من المباراه اتفضل كابتن خالد بيبو وادي المستر بروكيتش فطبعا بيرشح لهم مين اللي هيلعب هذه المباراه وبيقول لهم مين العناصر المميزه، خلوا بالكم من فلان الحتت اللي عايزين ندعم فيها. هي كمان المباراه ديت يا باشمهندس لانه دي تجربه هايله جدا، فريق الشباب مع الفريق الاول، انتهت المباراه 4-1، سجل هدف فريق الشباب فهد جمعه وده ناشئ واعد برضه بقذيفه وابتدى تسجيل هو فريق بالظبط، لكن استفز الكبار بالذات لما يكون فيهم وليد سليمان بقى، يعني ما شاء الله الخبر السر جدا ان في هذه المباراه رجع وليد سليمان لحالته وشارك في هذه المباراه من البدايه بعد ما رجع من الاصابه. مستر بيتسو موسيماني اختار في التشكيل علي لطفي وبدر بنون وسعد سمير ورامي ربيعه وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور اجاييه ومروان محسن مع تدعيم ببعض العناصر الشابه اللي كان منهم احمد سيد غريب الناشئ ابن كابتن سيد غريب لاعب الاهلي السابق واحد مدربي قطاع الناشئين اللي سجل الهدف الرابع في الدقيقه 49، لكن بدر بنون كمان جاب جونين منهم جون عالمي. جون عالمي انا شفته يعني يكون في فرصه يا رب يكونوا من اللقطات المسجله هنا. تقدم الاول شوف الجون اهو بدر بدر بنون ده السلطان الرايه بقى. طب ما كنتوا جبتوا لنا الجون الاولاني اللي دخل في الفريق الاول السلطان الرايه بدل شاطرين قوي كده يعني نشوف الجون بتاع فهد يعني كان، لكن 4-1 مش مهم النتيجه بقدر ان زي ما احنا قلنا والله هي الفكره طيبه جدا انه الجهاز في الفريق الاول يشوف بقى الشباب شوف جون اهو بس الجون ده قبل جون بدر فكويس ده اللي افتتح يعني هو الاخراج لما بيحب ده اللي افتتح شهيه لما بيحب يشطر معانا بيشطر لسه فاز الكبار فطبعا تجربه جيده وفي توقيت كويس وانت هتعمل ماتشات قدام مع مين؟ ده ماتش كويس وتشوف فيه بقى اكبر عدد من الناقهين اللي خافوا زي كابتن وليد سليمان الحمد لله على السلامه بقى وحشنا جدا طبعا ضروري ان هيكون بعض الناشئين شوفوا الجون خدها الاول ازاي هيأهل نفسه ازاي وبعدين برجله الطويله دي خدها من فوق قوي لا جون حكايه طيب
دي يعني تجربة مهمة حتى في ظل الغيابات الكتيرة، لأنه أنت عندك 8 لعيبة مع المنتخب الأول مش حتى وعندك عدد برضو 5-6 مع كابتن شوقي غريب في المنتخب الأولمبي، وعندك عدد كبير من المعارين. فكون أن يبقى عندك فريق شباب في هذه العناصر الجيدة، ده مؤكد شيء يطمن على المستقبل وعلى الشغل اللي بيعمله كابتن خالد بيفو ومستر بروكيتش المدير الفني في قطاع الناشئين. هو المسألة مش أن يبقى عندك، المسألة ان هم يتاح لهم انه يتم مشاهدتهم في مثل هذه الاحتكاكات والتنسيق اللي بيدور بين المديرين الفنيين. جون تاني برضو بس بدر يعني وقت حرية متقدم يعني كل التوفيق ان شاء الله للفريق الاول في الفترة ديت. اسيست كويس قوي من مروان محسن. مهمة الحاجات دي يعني، بالذات زمان برضو ده المخزون بتاعنا. كنا من هنا من كام يوم بنقول يا ريت الماتشات المهمه للشباب تتعمل في التتش عشان المدربين يشوفوها المسؤولين على الفريق الاول، ويبتدوا يحطوا عينهم على حد، ويبتدوا ينسقوا في اسلوب اللعب وخطه اللعب والتجهيز البدني والتجهيز المعنوي بدري بدري زي ما انت كنت بتقول. صحيح.